السابعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مديري ومسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، حيث استمع إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية، منوها بالدور البارز الذي تقوم به الصحافة في الدفاع عن المصلحة الوطنية. شكل اللقاء فرصة اطلع من خلالها السيد الرئيس على مقترحات مهنيي الصحافة لتحسين أدائها من أجل المساهمة الفعالة في الجهود الوطنية التي تبذل في كل المجالات والقطاعات. وتناول اللقاء أيضا بالنقاش المستفيض مختلف المسائل الوطنية المرتبطة مباشرة بانشغالات المواطنين، معرجا على القضايا الإقليمية والدولية. استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر التقجوت. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تقجوت كشف عقب استقباله من قبل السيد الرئيس أنه ناقش مع رئيس الجمهورية جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع العمال في المؤسسات الاقتصادية والوظيفي العمومي، بالإضافة إلى التنظيم النقبي والأوضاع الاجتماعية للعمال كالقدرة الشرائية. اللقاء اللي كان مع السيد الرئيس الجمهورية اليوم كان لقاء حول مواضيع تاع العالم شغل، وكان نقاش حاد، نقاش واسع للنظر في الأوضاع العملية، يعني سواء في مؤسسات الاقتصادية ولا مؤسسات في الوظيفة العمومي. وأنا كنت تقدمت ليه وقلت عندي اقتراحات نقدمها له في الأيام المقبلة فيما يخص المؤسسات الاقتصادية سواء عامة أو خاصة. كان نقاش في حول الوضع الاجتماعي، القدرة الشرائية، تنظيم النقابة، تنظيم المجتمع ككل، لأن هذا يعني يهمنا، يهم بلادنا ويهم شعبنا. يعني كانت نقاش واسع، معرفته للوضع الداخلي تاع البلاد والوضع الاقتصادي في الإدارة العمومية، الفضاء الاجتماعي، يعني شيء إيجابي لنا احنا كعمال، وحنا على استعداد للتعاون، على استعداد لنعمل كل مجهود تاعنا باش نعطي قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي الاجتماعي في بلادنا. تحت رعاية سامية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تم أمس على مستوى قصر المعارض صنوبر البحري بالجزائر العاصمة تنظيم يوم كبار الشخصيات لتمرين كيميائي إفريقيا الموجه لدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا والمنظم بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أحمد خير الدين. أشرف على مراسم افتتاح هذه الفعالية السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بحضور معالي الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن وسعادة السفير فرناندو أرياس غونزاليس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسعادة السفيرة أوديت ميلونو نائبة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكذا وزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر للدول المشاركة في هذه التظاهرة وممثلين رفيعي المستوى تابعين لهيئات إفريقية. بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة أمام الحاضرين رحب في مستهلها بجميع المشاركين معربا عن تشكراته الخالصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظير الثقة التي وضعتها في بلدنا لتنظيم هذه التظاهرة الإقليمية، مؤكدا أن الجزائر مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال حظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية. تتشرف الجزائر
باحتضان هذه التظاهرة المتميزة وتقدر تقديرا عاليا المبادرة المشتركة بين هيئتنا الوطنية والأمانة التقنية للمنظمة لتعزيز وتطوير القدرات التقنية في مجال الوقاية ومنع الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا. كما تؤكد الجزائر على قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين عن طريق نزع الأسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية. السيد الفريق أول أكد أن تفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بشكل شبه تام في إفريقيا يعتبر دليلا قاطعا على التزام بلدانها بعدم امتلاك أو تطوير مثل هذه الأسلحة. تظل هذه الاتفاقية الوسيلة غير التمييزية الوحيدة التي تم التفاوض بشأنها على الصعيد المتعدد الأطراف والتي يمكن إعمالها من أجل تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية الموجودة ومنع تطويرها وإنتاج أنواع جديدة قد تزيد من تفاقم تعقيدات هذه الإشكالية وخطورتها على البشرية. إن تفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بشكل شبه تام في إفريقيا لدليل على التزام بلدانها بعدم امتلاك أو تطوير مثل هذه الأسلحة. السيد الفريق أول أعرب عن أمله في أن تولي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اهتماما خاصا للبرنامج الإفريقي للمنظمة مع السعي لإدامته ومراعاة الواقع الإقليمي والاحتياجات المحددة للقارة الإفريقية. أيضا يجب تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج عبر الحدود، كما سيسمح تحسين الضوابط على هذه الأنشطة من مواجهة التحديات الأمنية التي تنطوي على احتمال إساءة استخدام المواد الكيميائية من طرف الجماعات الإرهابية. وبالنظر إلى هذه الاعتبارات نعرب عن أملنا في أن المنظمة والشركاء الآخرين في هذا المجال سيولون اهتماما خاصا للبرنامج الإفريقي للمنظمة مع السعي لإدامته ومراعاته الواقعي الإقليمي والاحتياجات المحددة لقارتنا. ومن جهته ثمن السيد فرناندو أرياس غونزاليس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها الجزائر لإنجاح هذه التظاهرة الدولية التي شارك فيها متربصون مقيمون وملاحظون دوليون من جنسيات مختلفة. في الختام أود أن أنوه بالاحترافية المسجلة من طرف كل المشاركين في شيميكس أفريكا. السيد الوزير الأول، السيد رئيس الأركان، السادة الوزراء، الجزائر مرة أخرى أثبتت أنها رائدة في مجال الدبلوماسية والشراكة المتعددة الأطراف، فشكرا لكم على حسن الضيافة التي حظينا بها وعلى كل المجهودات المبذولة. وأود أن أعبر عن شكري الخاص للجزائر على احتضانها هذا الحدث والنجاح الذي حققه هذا التمرين. جدير بالذكر أن برنامج يوم كبار الشخصيات تضمن تنفيذ تمرين محاكاة هجوم إرهابي كيميائي من قبل متربصين مشاركين من دول إفريقية بما فيها الجزائر. سيارة إسعاف الإنقاذ كما نشاهده الآن، التكفل بالضحايا، إبعادهم عن مكان الخطر،
والتقليل من حالة الفزع والخوف الموالية من أجل الملابس والانتظار حتى ظهور إشارة السماح للقيام بعملية التطهير آليا عبر المراحل الثلاث بالماء ثم بالماء. تلاه تدشين معرض مخصص للمهنيين في المجال الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي والمتفجرات، وكذا الشركات والهيئات المتخصصة المعنية بالاتفاقية. كما تم بالمناسبة إصدار طابع بريدي خاص بتظاهرة تمرين كيميائي إفريقيا، وذلك بحضور السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تنطلق اليوم أشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون، والتي ستبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على المستوى التجاري والاقتصادي. هذا وأجرى أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن محادثات مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني الذي يزور الجزائر على رأس وفد وزاري هام. وخلال المحادثات أشاد الطرفان بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما سمحت المحادثات باستعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات على ضوء توجيهات قائدي البلدين الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة. وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشرف أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رفقة نظيره التونسي أحمد الحشاني على أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي، ويبحث المنتدى فرص التعاون والشراكة وكذا استغلال مجالات الاستثمار المتاحة بين البلدين. ويأتي المنتدى في إطار الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين. وفي كلمته خلال جلسة الافتتاح أكد الوزير الأول أن الجزائر تتطلع إلى مخرجات ترقى إلى المستوى الرفيع والمتميز للعلاقات السياسية الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكد أن انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر الإفريقية يتيح أفاقا واعدة للاستثمار المشترك والتوجه بالتصدير نحو البلدان الإفريقية. هذا الموعد المتجدد من حرص وعزيمة كبيرين، ها لا سيما من لدن قيادتي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس السعيد، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون والشراكة بين البلدين والمضي بهما إلى آفاق ومستويات أرحب تتناسب والقدرات الهائلة التي يزخران بها. ويتزامن انعقاد هذا المنتدى مع سياق محلي غير مسبوق من الإصلاحات الاقتصادية وتعديلات جوهرية طالت المنظومة القانونية المتعلقة بمناخ الأعمال في الجزائر، لعل أهمها تلك المرتبطة بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية. من جهته أشاد رئيس الحكومة التونسية بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، ودعا إلى تعزيز التبادل التجاري وإقامة منطقة تبادل حرة. لقد بينت التغيرات الدولية أنه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا وتعزيز عملنا المشترك لنحقق التكامل الاقتصادي المنشود باعتباره ضرورة ملحة لبلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة. كما نتطلع إلى عقد الاجتماع الفني لفريق العمل التونسي الجزائري لدراسة إقامة منطقة حرة زون دو ليبر إشانج على مستوى الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.
الجزائر وتونس نحو الاستغلال الأمثل لفرصي الشراكة والاستثمار، هذا ما ركز عليه المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي الذي عرف مشاركة قياسية من رجال أعمال ومدراء مؤسسات اقتصادية جزائرية وتونسية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لوليد صالح. استغلال مجالات الاستثمار المتاحة بين الجزائر وتونس وبحث فرص للتعاون والشراكة قصد ترقية شراكة استراتيجية شاملة بربط علاقات دائمة بين رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين، هذا ما أكد عليه ممثلي أهم هيئتين اقتصاديتين في فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي في إطار الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين. لقد تحسن مناخ الأعمال بشكل واضح ويستمر في التحسن يوما بعد يوم بفضل تصميم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها حكومتنا. وتكرس خطة عمل الحكومة توجهاتها لإزالة كافة المعوقات التي قد تعيق نمو الأعمال والاستثمار الإنتاجي من حيث الإجراءات والآجال والتكاليف. كما أنوه المستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين بحرص موصول من سيادة الرئيس قيس سعيد وأخيه سيادة الرئيس عبد المجيد تبون على بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة والدفع نحو تجسيد اندماج اقتصادي تونسي جزائري. خبراء رجال أعمال ومدراء لكبرى المؤسسات الاقتصادية من الجزائر وتونس أثنوا على القرارات الهامة التي أرساها قائدي البلدين لتنمية التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس. ثم ما يقارب 80 مؤسسة تونسية حاضرة باش تكون، وقرب أكثر من 150 مؤسسة اقتصادية جزائرية. بطبيعة الحال العلاقات الأخوية التونسية الجزائرية هي في أعلاها، وهذاك علاش المنتدى هذا يتنزل في هذا الإطار، وثم شراكات إن شاء الله باش تنعقد. عندنا تكامليات كبيرة بيننا وبين تونس في بعض القطاعات، هذا غادي يكون قاعدة اقتصادية صلبة بين البلدين وغادي يمول البلدين، لأنه غادي يجيب المداخل أكثر من المحروقات. الهدف متاعنا هو نكثر من الاستثمارات اللي بين تونس والجزائر اللي هي ديما كانت موجودة، وإن شاء الله تصير فيها معناتها دي ديسيزيون مهمين برشا. المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي سيركز كذلك على أهم القطاعات الاقتصادية المنتجة للثروة، وكذا بحث فرص للاستثمار على ضوء مناخ الاستثمار الجديد. هذا وترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رفقة نظيره التونسي أشغال لجنة المتابعة تحضيرا للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون التي تعقد اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة. يتمثل هذا الطابع الخاص بكل جلاء فيما شهدته أواصر التفاعل والتبادل بين بلدينا من حركية غير مسبوقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، التي أضفى خلالها الرئيسان عبد المجيد تبون وقيس سعيد بعدا استراتيجيا حقا على مضمون العلاقات الجزائرية التونسية الشاملة. نضيف اللي مهم جدا أن العالم يعرف أن هذه العلاقة متينة وبناءة ودائمة. تونس أقوى بعلاقتها مع الجزائر، والجزائر تكون أقوى بعلاقتها مع تونس، واحنا اثنين نكون أقوى كيف العالم كل منطقتنا وفي العالم يشاهدوا هالعلاقة هذه.
في حادث مرور أليم توفي شخصان وأصيب 41 آخر بجروح أمس في حدود الساعة 10:22 إثر صدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية مغرار بولاية النعم. هذا وتدخل عناصر الحماية المدنية لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى محمد بودياف بعين الصفراء، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث. قلت كنا راكبين في العيار ما جبناش خبر، لقينا الكارت تقلب وانا نموش. حادث ما شاء الله قدر الله ما شاء فعل. نشكر السلطات، نشكر الدرك، نشكر الامن، نشكر الله اعوان الصحه 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 الصحه. خرجنا مع اسمه مع كونغو فاسباس، خبطنا فيهم بعد تقلبت الكار، والمرضى تقريبا كاع راهو لاباس عليهم. اللي راه في الجراحه ندير لها جراحه عاديه وان شاء الله سلامات، ان شاء الله نطمئن الاهل نتاعهم ان شاء الله لاباس عليهم. الحادث يتمثل في اصطدام حافله لنقل المسافرين بسياره نفعيه. للاسف الحادث خلف وفاه شخصين بعين المكان واصابه 41 جريح، تم اسعافهم واجلائهم المؤسسه الاستشفائيه محمد بوضياف بالعين الصفراء. رحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين. عملا بتوصية رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، أعلنت أمس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إصدار نشرية يومية لمؤشر أسعار المواد الفلاحية موجهة للمهنيين والمستهلكين على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي. هذه النشرية تشمل 18 منتجا فلاحيا في السوق، بما في ذلك المواد واسعة الاستهلاك في أهم الولايات والمدن على المستوى الوطني، مرفوقة بمقارنة تحليلية للأسعار على مستوى البلدان والمدن التي تعرف وجودا للجالية الجزائرية بالمهجر. هذه النشرية ترقبوها بصفة دورية في نشرتنا الإخبارية. على إثر وفاة الصحفي الفرنسي القدير جون بيير الكاباش صديق الجزائر والمنحدر من مدينة وهران، تتقدم المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية لأفراد عائلته وأصدقائه ومحبيه بأحر التعازي وأصدق المواساة. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، دافع عدة متدخلين أول أمس خلال اليوم الأول من النقاش العام للجنة الرابعة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، دافعوا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. ففي مداخلة له، دعا الممثل الدائم لكوبا في نيويورك إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير على أساس احترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الأممية. في المغرب، خرج العشرات من المواطنين أمس في مظاهرات غاضبة بالعاصمة الرباط احتجاجا على الوعود الكاذبة لحكومة المخزن التي هدمت مساكنهم في مدينة القنيطرة ومدن أخرى بعد منحهم وثائق إدارية لا ترقى لأن تحفظ لهم حقهم القانوني في السكن، ليجد هؤلاء أنفسهم مشردين في الشارع دون اكتراث من حكومة المخزن. في أخبار الرياضة، انعقدت أمس أشغال أول اجتماع للمكتب الفيدرالي الجديد برئاسة وليد صادي، وتم خلال الاجتماع تقديم عدد من العروض والتقارير الخاصة بالمديريات واللجان التابعة للاتحادية، فيما كانت الفترة المسائية مخصصة لاجتماع الأعضاء الجدد وتوزيع المهام بينهم ومناقشة عدد من النقاط المتعلقة بتنظيم شؤون كرة القدم في الجزائر. بهذا الخبر نأتي لختام النشرة، شكرا على كرم المتابعة، ألقاكم في تمام التاسعة، إلى اللقاء.